اطلع المستوى اللي هو قاعد يتحكم بالسوق. اوكي احنا بدأنا في انتاج الفطر في بداية 2016، وقمنا بانشاء الكومبوست يارد اللي هي عند تكوين التربة لزراعة الفطر، وتبتدي بمراحل. طبعا اول مرحلة هي تقليب التربة. التربة عبارة عن قش وجبس زراعي وزبل الدجاج، ويخلط مع بعض ويبتدي يدخل بعملية الفورمنتيشن. من بعدها يدخل بالبسترة، من بعد البسترة يدخل على الغرف. هذه المرحلة تأخذ لها 4 أسابيع، وفترة الزراعة تأخذ لها 4 أسابيع ثانية. حاليا المزرعة تنتج طن يوميا من المشروم، وإن شاء الله في بداية السنة الجاية مع التوسعة راح تنتج ما يقارب إلى 3 أو 4 طن من الفطر. وجودنا في السوق أو يعني الماركت شير اللي ماخذينه احنا يقارب 30% من إنتاج أو سوق الفطر في السوق المحلي، وعادة نصدر 20% من إنتاجنا إلى الأسواق المجاورة مثل البحرين والسعودية. في أي مكان في العالم زراعة الفطر لازم يكون فيها تحكم في درجات الحرارة، سواء في المناطق الشمالية من العالم، الأقطاب الجنوبية، المناطق الصحراوية. فالحرارة المطلوبة بمعدل 18 مئوي. طبيعة الحال الغرف لازم تكون معزولة، ولازم يكون في نظام تحكم في الظروف البيئية. نعم، كلفة التبريد في بعض الدول بتكون عائق. في دول الخليج في بعض الأفضلية بالنسبة لكلفة التبريد، لأنه الطاقة نسبيا رخيصة، أو أسعار تعرفة الكهرباء نسبيا رخيصة. في المقابل هناك كلف إضافية على المزارع في دول الخليج، منها المواد المستوردة، لأنه أغلب المواد أو المواد الانبوتس أو المواد المدخلة هي مستوردة. أصعب نوع من إنتاج الغذاء هو الإنتاج الزراعي لأسباب كثيرة. في قطر خاصة إحنا عندنا مساحة صغيرة، وكل العوامل هي ضد الزراعة العادية، يعني المناخ غير ملائم، مياه قليلة مالحة، غير صالح الأرض، غير صالح للزراعة، مساحات اللي صالحة للزراعة صغيرة جداً. وإحنا كذلك كشعب يعني مش فلاحين، يعني مش كلتشر، ما عندنا إحنا يعني مزارعين.